تفضل استاذ. تفضل تفضل تفضل. مساء الخير. بدايه احنا نحس المعرض المخاطر التادبي نشكر الاخوه الاستاذ محمود شاكوري والاستاذ كفايه المبارك ايضا الدكتور ربيع تمام على هذه الجهود الطيبه التي تاتي كدعم تغيير عقلية حقوق الإنسان لقضايا اجتماعية أساسية بارزة مجتمع البحرين يحتاجها كثيرا خاصة في هذه الفترة، ويتلخص تحديدا في موضوع الندوة التي تتحدث عن تخلص الظروف النفسية. هذا النوع من الندوات أنا أعتقد مطلوب في فترات التي تمر فيها بلادنا في هذه الفترة، وبالتالي نتمنى بوجوداتكم ونتمنى ان تعملوا على جميع مناطق البحرين لتتم التعامل الفائق. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعدنا في لجنه الرحاب ان نكون بينكم الليله في مقر جمعيه المنبر الديمقراطي التقدمي كي نتحدث في ندوه بعنوان كيفيه التخلص من الضغوط النفسيه. يحدثنا فيها الاستاذ محمود الشاخوري اختصاصي ارشاد نفسي واجتماعي وعضو فريق الدعم النفسي بلجنه الرحاب، ولديه مده ربع ساعه تليها مشاركه لمحدثتكم كفايه. انا اختصاصيه تربويه ونفسيه لمده ربع ساعه ايضا، ثم مناقشات الحضور ومداخلاتها لنصف ساعه. في خدم حياتنا المليئه بالمشاغل والضغوطات الماديه والمعنويه، وجهدنا نحو تحصيل الرزق تارة وتلبية احتياجاتنا واحتياجات أفراد عائلتنا تارة أخرى، صرنا بحاجة ملحة لفرجة ومتسع من الوقت نقضيه مع أنفسنا، نعيد جدول بعض الأعمال ونفرغ فيه ضغوطنا بشكل إيجابي. كيف تعيد تنظيم ما يختلج بداخلك كي تصل إلى أهدافك المرشودة؟ هل تريد أن تتعرف على كيفية التخلص من الضغوط النفسية؟ هل تشعر بحاجة إلى الاستماع مع أو الاستمتاع مع أفراد عائلتك في جو من الانسجام والراحة؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه الليلة على مدار ساعة من الآن. فنرحب معا بالأستاذ محمود الشاخوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نشكر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي على وساعة هذا الصدر وعلى حسن التنظيم والاستضافة. مثل ما تفضل الأخ عبد النبي، أن هذا النوع من الورش أو هذه الندوات أو المحاضرات مهمة في الوقت الحالي. أهمية هذا الموضوع راح تتكشفونه من خلال العرض البسيط إن شاء الله خلال ربع ساعة اللي متعلق بالضغوط النفسية. الضغوط النفسية هي يعني قبلها لجنة الرحاب، يعني حبنا أتكلم فيها. هي لجنة الرحاب هي لجنة من متطوعين مختصين بالجانب النفسي وثلاث آليات تقريبا. أنشئت منذ يعني سنة تقريبا وشوي بمجهودات يعني بمجهود الدكتور نبيل تمام مع مجموعة من الاختصاصيين. تبنى الفكرة أن كل من قدم في هذا المجتمع باختصاصه في مجاله إلا الجانب النفسي محتاج بأن يقدم فيه. فجاءت فكرة هذه اللجنة وانضمينا تحت الجمعية البحرينية لممارسة هذا الدور. وأحد أدوارنا هو الآن نشر الوعي في محاور متعددة، وكان أحد المحاور هو محور الضغوط النفسية. لما رأينا أو ما وصل إلينا من كثير من الحالات في الفترة الراهنة عن نوعية المعاناة اللي يعانونها أو نوعية الاضطرابات اللي يعانونها أو نوعية المشاكل اللي قاعد تتولد لهم خلال هذه الفترة، يعني خلينا نقول من عامين واحنا ندخل على العام الثالث. وبناء عليه تم اختيار هذا المحور، كون في درجة معاناة كبيرة. يمكن ما في إحصاء رسمي، ما في عدد، فعلا ما في عدد لحد الآن، ما في جهة رسمية تبنت انها تشوف حجم هذه المشكلة في المجتمع البحريني ايش كثر. ممكن كانت مثلا في بحوث طلبة الجامعات ممكن يسموها،
لكن في الوقت الراهن خلال هذه العامين ما طلع إحصاء رسمي من أي جهة أو من أي مؤسسة عنها إن إيش كثر أثر تغير الوضع مثلاً في البحرين على الحالة النفسية عند الأفراد. الضغط النفسي هو موقف يمر في أي إنسان، بس هذا الموقف أو المشكلة يسبب عنده توتر، وهذا اللي كل يمر فيه ويومياً يمكن مجمل الأشقاء، يعني مجملنا إحنا نمر فيه بشكل يومي. ممكن تقعد من الصبح واللي بس يتأخر شوية، أخر عليك القلعة وتسبب لك تتوتر شوي وياه، ممكن تتهاوش وياه على ما توصل المدرسة. تمشي شوية في الطريق السيارة ما أدري شنو صار فيها، ممكن توترك وتخلق لك نوع من الضغط. فهذا الضغط العادي، الضغط اللي كل مننا بشكل يومي نعيشه، يمكن حتى يمكن الأول قاعد من الصبح فرش وما عندك ولا شيء، تفتح المذياع في السيارة تسمع خبر مو بزين تقول بو هذا اليوم صار، ويتبدل مزاجك وتدخل في حالة من التوتر، وتظهر التوتر هذا يظهر عليك أنت كفرد. يعني التوتر علامات عليك، تشوف وجهك ممكن يتغير، دقات قلبك تزيد، ومزاجك بسرعة يصير عقبت نحن ما حد يقدر يكلمه، وممكن حتى يعرق جسمك وتستهلك كمية أكسجين واجبة. هذه كلها لما يرتفع عندك نسبة التوتر، وهذا ممكن يحصل بتفاوت من فرد إلى فرد. بمشي بشكل سريع لأن أنا مش مهم عندي أتكلم عن الضغط العالي. الضغط العادي لأن كلنا نمر فيه، وضغط إيجابي في ضغط له مصادره، يا يكون خارجي خارج محيطك أنت، يا يكون منك أنت نفسك أصلا. يعني ساعات نحن دائما نقول للشخص أنت المشكلة فيك أنت، مو في اللي برا، وساعات نقول لا يعني أنت ما أدل عليك وكل الأمور اللي فيك سليمة، بس المشكلة في اللي خارج محيطين عنك. فحتى الضغط بعد بعض الأحيان الضغط يجيك من داخلك أنت كشخص، وبعض الأحيان لا من خارج مهيب. فمثلا في معوقات، في أعباء العمل، في قصور، مثلا ساعات واحد مثلا ما يفهم موضوع محدد، يعني هذا شيء داخلي خاص، هو قدراته على استيعاب هذا الموضوع مثلا هذا شيء خاص، بس لكن مثلا عجزه عن ينظم وقته مثلا. بعض الأحيان متطلبات البيئة هذا شيء خارج عن إرادته، الزحمة مثلا شيء خارج عن إرادته على سبيل المثال، مصدرها خارجي داخلي مثل ما يقولون. الأحداث الداخلية اللي مثل ما قلنا التوتر أو الضغط ممكن يسوي تغييرات جسمية نفسية، ممكن حتى دائما واحد يشعر بصداع، هي من علاماته. تعرف ممكن يصير مزاج الواحد مكتئب، ممكن يكون عنده، ممكن بعض الأحيان يحركه في اتجاه آخر، وهذا الضغط مثل ما احنا نقول له يا إيجابي يا سلبي. الإيجابي اللي يخلي بعض الأحيان الواحد ينتج ويكون دقيق، وممكن يشتغلون في المناصب القيادية سواء كان في جمعيات في أي مكان شغلات منه. لما هو يكون مثلا الHR مال الجمعية أو الHR مال المؤسسة، هذا على ضغط كبير لأنه هو يديرها، فتشوف ساعات نتيجة هذا الضغط يبدع، وساعات ممكن لا يكون شيء سلبي، ممكن يكون مدمر. احنا اللي نخاف منه هو الضغط المدمر، اما الضغط الايجابي اللي يخلي الواحد يشتغل ويبادر ويسوي هذا ما نخاف منه، بالعكس هذا محفز للعمل. راح اذكر الان راح ندخل في ثلاث شرائح اهم ما في الموضوع. في نوع من الضغط ممكن خلال سنتين نتيجة تغير، هذا يحدث مو بس في البحرين، يحدث في اي بلدان في العالم، نتيجة تغيرات بيئية، كوارث طبيعية، تغيرات سياسية، أي شيء يحدث ممكن يخلق نوع يعرف عند الأطباء باضطراب الضغط الحاد. أطباء النفسيين يعرفونه، أو أنه يدخل نوع أشد منه يسمونه اضطراب ما بعد الصدمة، اختصار إلى PTSD، اضطراب ما بعد الصدمة. هذا يأتي الاضطراب، هذا الضغط الحاد يأتي قبله. هذا من شنو الأحداث اللي ممكن أنه تسبب هذا النوع من الضغط الحاد عند الأشخاص؟
وبعدين نشوف شنو مواصفات الضغط هذا على الشخص. يعني ممكن ان الاسر او التعذيب او الاختطاف يسبب هذا النوع من الاضطراب، وممكن 53% يصابون بهذا يسمونه اضطراب، معناته محتاج الى تدخل معالج نفسي، طبيب نفسي، ممكن يخضع الى كورس من الادويه، ممكن يخضع الى مجموعه من العلاجات النفسيه على حسب احتياجه. مثلا ممكن يتعرض الشخص للاغتصاب، تعرض الضرب مبلح المبرح، التحرش الجنسي، حوادث خطيره، تعرض الطرف ناري. مثلا ممكن 15% من الاشخاص اللي يتعرضون الى مثل هذا يصابون باضطراب الضغط الحاد، موت مفاجئ لقريب، مثلا مرض مرض الله يقوله مثلا بعيد الشر عنكم، الامراض الخبيثه، امراض الدم مثلا المفاجئه اللي عقب عمر معين يتم اكتشافها، هذا ممكن يخلق. مثلا ممكن تعرض افراد لتهديد بالسلاح على سبيل المثال، واحد يشوف مصاب قتيل سلاح، يشوف حادث قوي مؤلم قدامي، ممكن كان هنا نسبه 7% ممكن. شوفوا الشيء ان الناس الكوارث الطبيعيه اثرها ان ممكن الناس تصاب بالاضطراب 3%. يعني مثلا هذا مثلا في السعوديه العام الماضي، وان لما صارت عندهم فيضانات وسيول جده وحريق المدار، الاشياء الطبيعيه الكوارث الطبيعيه اللي مو من فعل الانسان تاتي بنسب اقل، خصوصا في هذا النوع من الاضطراب. يعني مثلا ممكن ان الافراد يصابون بهذا الاضطراب 3.8، يعني خلينا نقول 4% ممكن يصاب الافراد ان يصابون بهذا الاضطراب. هذه الارقام هذا اللي أنا بنتكلم عنه، مو أي ضغط، شيء حار. يعني شخص يشوف أو يسمع، يشوف موت، يشوف جريح، زين، ويشوف شيء يهدده على طول. يعني دائما هذا الموقف يهدد حياته أو إنه يهدد حياة الآخرين. في نفس اللحظة اللي جاء فيها صار هذا الشخص في حالة من العجز، ما قدر يسوي شيء، ما صار لا حول ولا قوة، أو أنه صار يعني شاف شيء قدامي، شاف مثلا قبل فترة، قبل أسبوع، مدرسة ما أدري أم كان ابنها يفطر معها، شوي طلع عنها ولا صدمتها سيارة، هو شافتها مصدوم. هذا ممكن يدخلها في نوع من أنواع الضغط هذا الشديد، وممكن يدخلها في أعماق، وهذا اللي تحتاج إلى تدخل علاجي. يعني إن الشخص هذا من مواصفاته إنه يعيش هذا الحدث، هذا اللي إحنا نخاف إنه يكون عندنا نسبة كبيرة من الأفراد نتيجة التغيرات اللي صارت إنه يكون عندهم هذا النوع من الاضطراب، إنه يشوفون الحدث كأنه صاير الآن. إحنا قاعدين ياه في دوامة في أي مكان، لا بس هو يشوفه، يعني يشوف الحادثة، يشوف إن مثلا ممكن شخص تعرض إلى ضرب، ممكن تهديد سلاح، ممكن إلى اعتداء، ممكن إلى خاف، ممكن إلى سجن، ممكن إلى حادثة موت أو استشهاد شاف قدامي، ممكن هذه تحضر الصورة قدامي وتحضر كل علامات التوتر والقلق تحضر قدامي وما يقدر يتخلص منها. هذا مش الضغط العادي اللي أوكي باقي 15 يوم عن نهاية الشهر والفلوس نقصت وكذي، لا، هذه الصورة قاعد أشوفها قدامي، الحدث يعاد تكراره، فيصير عنده حالة حتى أنت تشوفها ممكن تشوفونه أنه متبلد في مكانه ما يتحرك، ما عنده أي استجابات، ممكن حتى يفقد إحساسه بالمحيطين، ما يحس بهم موجودين، قاعدين في البيت بس ما ممكن يحسون، ممكن أنه تغير عنده، في ينسى وايد، ممكن ينسى حتى ذاته، هو تدوها وين كان قبل وحين شلون صار، يعني تغيرات على مستوى الذات، احساسه بالاشياء، نظرته حق نفسه. في عندهم وهذا اللي استمراريه الحدث يكون متواجد، صوره ذهنيه متكرره عنده، يعني انت قاعد ايام قاعد مرتاحين ما في اي شيء، ما تشوف الا مره واحده يعني جت الصوره على باله، الحين في نفس اللحظة اللي جت فيها الصورة على بالك طلع فصل عن العالم اللي احنا فيه.
ودخل في حالة من التوتر وما يعرف شلون يطلع منها ويصير في حالة ضغط شديدة كلش، ويتصور إن أي صوت الآن ممكن هذا إن هذا الشخص اللي يهددني، أو ممكن هذا الشخص اللي يقتحم علي البيت، أو 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 أو, أو ممكن هذا صوت البريك اللي لعن فيه ولدي أو زي. حتى ساعات الأجواء ذكرى هذا المكان، هذا الريحة، حدث هذا الحدث في ضمن هذا هذا البيئة يتجنبها ما يروح ولا يعني هذا الطريق أنا ما بروح لأنه صار فيه، أو هذا المستشفى ما بروح لأنه مثلا جاني الخبر الفلاني منه، أو ما أمر على هذا الطريق مو لأنه في ذا الوقت في ذا التاريخ اتصل فيني شخص وقال أعطاني خبر مفجع فأنا ما أبي أطوب فيصير عندي يتجنب حتى أني شو شلون حتى حياتي صارت أن هني لا ما أقدر أروحها لأنه مرتبط وبتشتغل الذاكرة من جديد. فيكون في عنده بعد تشوف في عنده صعوبة في النوم، بعض يصير عنده مثل ما يقول استشارته كلش عالية، استشارته كلش تكون عالية، ضعف التركيز يكون عنده، ما في استقرار، ساعات ممكن يكون وايد حركي ما يقدر ينام. هذا النوع اللي احنا خايفين ينتشر بشكل كبير، وهذا النوع اللي من الضغط نسميه الضغط الحاد، اللي حاولنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نوعي اكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع بانه ممكن يكون هذا موجود. وانا قلت لكم اسباب كوارث طبيعيه، تغيرات بصنع البشر، وهذا ممكن تحصل في حال ان هذا انتشر بشكل كبير ولم يتم تشخيص الافراد اللي تعرضوا لمثل هذا الضغط وصار عندهم خلل سواء كان اجتماعي مهني. يعني ممكن في بعض الاحيان على سبيل المثال في احد الموظفات في احد القطاعات جت تقول انا ما يعني لا تذكرون اسم هذا المكان، يعني جت لا تذكرون اسم هذا المكان، انا من تذكرون اسم هذا المكان تستفرغ، دي حاله من الاستفراغ، الم في البطن، مغص. يعني في البداية تم العمل وياها على أساس إن نهدئ الحالة شو اسمه الحالة التوتر اللي عندها، كان يعطونها شوية مهدئات بسيطة لما شوية تدريجيا إن هي تمينا نواجه فيها إن هذا المكان إن هذا المكان بتروحينا، هذا المكان لا، حتى لو حدث فيه اللي حدث، حتى لو حصلتي مني إهانة، حتى لو إنه مثلا أنتين فصلتين منه، حتى لو أنتين هذا المكان حدث ليش إنش فقدتين عزيز فيه. شوية مع تكرار هذا الحدث وسماحها مرة مرتين ثلاث شوية شوية تتقبل إن هي ممكن تدخل هذا المكان، ممكن تسمع. هذا النوع اللي إحنا كنا من الضغط نحاول إن نتكلم فيه، لأن ممكن كثير حضر ندوات عن التخلص عن الضغط العادي، ضغوط العمل، ضغوط الدراسة، لكن هذا النوع من أنواع الضغط اللي ممكن الآن نتيجة فقدان عنصر الأمن عند الأفراد يكون مدفون احنا تحت الرماد. وهذا اذا يعني في كل اسره عندنا واحد عنده هذا النوع من التوتر وهذا النوع من القلق. فخلنا نضرب على سبيل المثال لو عندنا خلنا نقول 1000 شخص عندهم هذه الحاله، في نضربها في 1000 اسره، الاسره خلنا نقول متوسطها 3-5، واذا في شخص في البيت متاثر نفسيا وأعراض تظهر بس إلى أفراد الأسرة، فمعناته أنت تشوف شم من شخص قاعد يعاني معه. هذه أرقام كلها مي محسوبة، بس الممكن الشخص المعاناة المادية ممكن يتغلب عليها، لكن المعاناة النفسية دائما تترك. هل في علاجات في طرق إليها؟ رقم واحد عشان إحنا نتخلص هي رقم واحد إنه في لازم في كشف مبكر، وفي أنواع عديدة من أنواع عديدة من العلاجات. لازم في كشف مبكر، لازم في تشخيص، لأن هذا الشخص أساس يتحدى الضغط عادي من ممكن إنه يتجاوزه، أو اللي مثل ما يقولون الأطباء هذه النسبة اللي دائما يتركونها اللي يقولون 20% عقب فترة زمنية أول ما يطلع الاضطراب هذا عقب شهر شهرين يروح بروحه، يكون في تكيف ذاتي مع الاضطراب. فيش المشكلة مو في اللي يظهر عليهم بسرعة، إحنا خوفنا إن شاء الله بعد ما يعني يكون في بارقة الأمل تنتشر وتنحل الأزمة، الخوف أن هذا الاضطراب يطلع عقب سنتين.
اغلب الاطباء النفسيين يقولون اذا يطلع عقب سنتين او ثلاث علاجه يكون وايد شويه في صعوبه كبيره. اللي يظهر عليهم في البدايه هذا الضغط وهذا يظهر في البدايه كلش زين، لانه مثل ما يقولون شيء وانفجر ممكن ان الواحد يعالجه وكذا، لكن اللي مثل عقب فتره مثل لما يصير عندك حادث مثلا حادث صدم سياره ويتم عندك مثلا الام او الاخو ثابت وما يطلع اللي هذا الضغط اللي صار او هذا الحدث، عقب سنتين ثلاثه تشوفه دخل في حاله نفسيه كلش يعني متغيره. هذا اللي عقب فتره زمنيه مثلا عقب سنه او عقب 6 شهور واحد شوي يتحسن، لان يصير في صعوبه في العلاج. في انواع عديده من العلاج وعلى اساس ما يدخل الى الاستب الاصعب اللي هو الصدمه تحتاج الى اكثر من علاج، تحتاج الى دواء. وممكن في الحاضرين يعني عندهم تجارب او عندهم معارف اكثر من كوني انا بعد، وانما معلوماتي محدوده. ففي علاج نفسي وفي علاج معرفي يسمونه، يشتغلون على جانب الافكار عند الاشخاص، وبعدين من يبدون افكاره حول الموقف اللي تعرض اليه، حول الضغط اللي تعرض اليه، الى يحطون افكار بديله. في يخلون الشخص انعرضه الى الحدث بعض الاحيان، نصطنع الحدث اليه اذا كان ممكن اصطناعه، لكن مو ممكن يعني تختلق حادث اصطدام، حادثة قتل، لا ما تقدر تصطدمها. ممكن انك انت تستعرض صور معينه تخليه يوصل الى درجه عاليه من التوتر والضغط، بعدين تبتدي تنزل معه. ممكن في علاج اجتماعي يسمونه، انه يدمج يسوي له برنامج اجتماعي، يطلع يروح تحط له برنامج تبعده عن العزله، تبعده عن العزله، لان على اساس انه تخليه يعيش في جو اخر عن الجو اللي هو دائما يفكر فيه، ممكن مسيطر عليه لفتره ويحكمه شنو، يخليه دائما يستحضر هذا الصور. في العلاج الديني وفي العلاج الدوائي. في العلاج الديني هو علاج روحاني، في بعض الاشخاص ممكن انهم يكونون قريبين من بعض الادعيه، من القران، من بعض الممارسات، بس لا يصل الى درجه يعني احنا نوازن في الشخص على حسب، يعني ما نقول لانه يحب مثلا هذا الجانب نخليه ينغمس فيه، لا سجل مشكله ثانيه، خليه في درجه من التوازن. في العلاج الدوائي اساليب المواجهه، في ناس تهرب، في ناس تواجه، في ناس تستخدم الحوافز، في خطوات شلون نستخدمها. بعدين استاذ كفايه راح تشتغل ببعض الان بعض التقنيات، او اللي احنا نسميها الفنيات، تكنيك اللي يستخدمه الشخص، مثل لما يصير عنده حاله طوارئ في البيت، لما يواجه مثل هذا محتاج الى انت تكنيكس معين تستخدمه. لما شفت زحمه في الشارع الحين، انت شلون بتخفف هالافئفه اللي فيك وتبغى تحافظ على هدوءك، تبغى تدخل المكتب، انت مو اسمه، في لها تكنيك معين تحافظ عليها. كذلك لما تصير مثل هذه المواقف اللي تضغط على الشخص، ممكن لازم في واحد يكون عنده الكنترول في البيت. مثلا اذا البيت كله بيدخل في موجه من الضغط، معناته سلم على الكل وما حد يقدر يكون فيه مثلا. فممكن انه في 11 خطوه ان الواحد يحدد مصدر ضغطه، سواء اي انواع الضغط، سواء كان على مستوى عمل، دراسه، حدث، يحدد مصدر هذا الضغط. لان اذا انت ما حددت، انا تعشت في يعني انت ما تعرف انت من وش من ضغط. فاول شيء يتحدد، اذا تحدد معناته انك انت حطيت يدك مثل ما احنا نقول على الجرح، وممكن تكتبه على ورقه، وممكن تعبر عنه، ممكن تقول مره مرتين، وبعدين تكراره يخليك انت تشوفه ايش كثر حجمه. اللي سبب الضغط كثير منه اسلوبنا في الحياه. في ناس يعني اسلوبه ايش؟ اسلوب المفتوح، ما في تنظيم، وهذا اللي يخلي الواحد اكثر عرضه للضغوط على جميع المستويات. يعني 4 مواعين في نفس الوقت، في يعطي فرق بين كل واحد والثاني ربع ساعه، نص ساعه، فانزين ما يصير يعني نظم فارق راحه انك توصل ساعه مني، ممكن يصير في ضرب، ممكن يصير في كذا. نفس الشيء ترى في اي حدث ثاني، اذا الشخص وايد في حياته مشوش، تخليه بعد نفس الشيء، يعني تخليه في هاي الدوامه. تنظيم اسلوب الحياه زين،
حتى مثلا الواحد لما مثلا يروح كله بس في لما صار هذا الحدث ينغمس في الرياضة مثلا، هذا مو صح. لازم شوي رياضة، شوي روح، شوي مني، يعني لازم في مجموعة من الأنشطة عشان ما يستغرقون. مهم جدا أن ساعات عند الشخص يكون متسامح، تسامح بعد يساعد الشخص على أنه شنو يفهم الطرف الآخر. مثلا في المواقف اللي يصير أنه الحدث الضاغط نتيجة الآخرين مثلا معك في العمل أو كذا، أنت لما تكون متسامح أنا عارف أنه ليش سوى هذا الموقف وليش كذا، مثل ما احنا نقول لحم أخيك على 70 محنة تختلق له العذر، هذا على المستوى الذاتي يكون مريح بالنسبة إليه. لكن كل يوم أنت بتدخل العمل بتتذكر بتقول هذا اللي سبب علي شدي 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 شدي، وتم طول يومك هو يشتغل وانت ما انت قادر تسوي ولا شيء، تقعد قدام جهازك وتبغى تسوي بس ما تقدر تسوي، لان يعني انت اول ما دخلت ما كنت متسامح، يعني انت ما خلاص هذا يعني مش نقول عفى الله عما سلف، بيتحاسب بيتحاسب بيجي لي يوم بيتحاسب، بس انا اكون متسامح لان انا ابغي اريح روحي. ضبط الخطوات، في ناس لما يمرون فترات اجازه ما ياخذ يعني فترات ضبط ما ياخذ راحه، يتم شغل شغل على طول. أو مثلا على سبيل المثال في حالة من الحالات مرة نتيجة تغيرات الأزمة السياسية في البحرين، جاء بيقول أنا علشان أخفف من الضغط اللي عندي أنا اليوم اللي ما في مسير مثلا على سبيل المثال أنا أضايق. زين نقول خذ إجازة اطلع، يعني يقول أنا يعني صرنا يقول أسأل ما في يوم مني مني ما في يوم. زين نفس الشيء مثلا الشخص اللي مثلا يعني القصد فيها أنك ابعد شوي، ابعد ريح روحك، ترى ما حب يريحك، لازم أنت تحاول تبعد روحك. البعض يقول لا أنت تبغيني يعني ننسى الحدث وننسى اللي إحنا صارني وننسى، لا، وأن هذا وسيلة لأن ضغطك يخف عنك شوي. تنوع مهم، يعني التنوع جدا مهم، ما في واحد يومين يروح نفس المكان ويقعد على نفس الكرسي ويلبس نفس الثياب، يعني حتى مثل يعني مسلسل درب الزلل عبد الحسين ذاك يقول له كل سجن هو أكل، بس هو بس في النهاية يعني تتوقع كل نوع واحد كل نفس الأشخاص اللي تقعد إياهم ونفس الموضوعات يفتحون ونفس يعني اللي حتى انت لما مثلا معانا احنا عندنا مثلا على سبيل المثال مفصولين كل يتحكون عن الفصل واللي معتقلين كل عن معتقلين واللي عن خسائر مالية عندهم كل يتحكون عن الفلوس، تشوف كلهم على قولتهم يغني على ليلى. زين فيروح يعيش ويا نفس الجماعة وفي نفس الموضوعات، زين هاي الموضوعات تسبب لك الضغط، اهرب شوي اطلع عن نفس الجماعة، اللي حتى الجماعة تنوع مو بس في انك انت تشرب وتاكل، حتى الافكار بعض الاحيان، يعني انت بعض الاحيان انت تقعد مجور كتاب رياضيات ما انت فاهم فيه صار لك ساعة هدي وروح اقرأ لك شعر شوية او تمشى ورد تعال مرة ثانية اكسر على اساس انه يكون فيه شنو تعطي مساحة لانه حتى التغيير يخلق نوع من جديد. وضع الناس في قمة الاولويات، في ناس يفضل الابتعاد عن المواد المخدرة والكحول لأنها أصلاً تنخل من حالة إلى حالة ثانية، في ناس البعض يفكر فيها أن هي ممكن هي تكون مريحة ممكن كذا، لكن لا، هي على مرور الوقت يطلع الشخص من مرحلة اعتياد، لأن هو حالة تسمم في الجسم، يصير يتسمم الجسم بمواد معينة تكون لفترة معينة قادرة على أن هي ترخي وترحي، لكن عقب فترة نتيجة أنه يزيد هذا الضغط ويزيد الكمية في النهاية لوز، يعني في النهاية ما بيستفيد لأنه بيوصل إلى مرحلة ما يستفيد منها. الرياضة مهمة لأنه ما في يعني واحد يبغى يطلع عن هم وحالة اكتئاب وحالة ضغط كله قاعد في البيت وما يمارس الرياضة، بالعكس الرياضة مطلوبة على أساس أنه يطرد ياخذ أكسجين جديد يحرك الدورة الدموية يمارس الرياضة في مكان مفتوح. زين وإذا كان يعني إذا كان مثلا على سبيل المثال في شخص في البيت هو اللي مسبب لك الضغط بعمود تاخذه وياك بعد ما يخالف، وده مكان ثاني وتروح مكان ثاني، او انه كل مشروع اللي احنا اثنين اللي بنروح علشان نخفف عن ضغطنا، انا ما نبغى نقول يقولون الحرمه بعد ولا شيء، نغويها شوي.
فلا ممكن نحن لا نقول لا احنا اثنين رايحين عشان نخفف عن ضغطنا. يعني ممكن اوكي لان ساعات هذا احد الاساليب ان احنا اثنين رايحين لعلاج، مو انا مد انك انت بروحك بس انت عالج بس اللي انت تعاني الضغط. حتى الشخص يعني هم الزوجين بعد نفس الشيء، يعني مش لواحد بس اللي يعاني، بيكونون اثنينهم. النوم مهم جدا، من الاساليب اللي تساعد على الاسترخاء، اساليب اللي تساعد على انك تعطي الجسم حيويه، تخفف الضغط، بس مو الافراط فيه. مو ان انا بخفف ضغطي اروح اهرب عشان انام، لا. 24 ساعه 24 ساعه ينام. يعني جيت تقول لي يقول لك انا مهموم نفسيا، انت ايش تسوي؟ ينام من 12 ل 12 او ينام الصبح الساعه 6 ل الساعه 6 المغرب. هاي اللي يصير عند المراهقين الحين مثلا، زين ما في وظيفه ما في ادري شلون. زين انت قمت الصبح قلت له يقول لك لا انت وين الصبح؟ يقول انا نايم الصبح. لا متفاعلين لازم يصير لهم برنامج بس ما ينامون. متفاعلين تشوفهم معالي الساعه 10 عندهم قهوه على الاقل، زين شوي في برنامج. لان الواحد يعيش حياه متزنه، يعني صحه بدنيه مفتاح انه يكون الى الصحه النفسيه. هذه ممكن في اساليب كثيره راح تستعرضها استاذ كفايه الان على مستوى تقنيات شخصيه، لكن انا اللي يهمني ان تكلمنا ممكن عن نوع من انواع الضغوط اللي ممكن يكون سائد نتيجه اي تغير، تغير بيئي، تغير سياسي، تغير يكون بصنع البشر او تغير بصنع خارج عن اراده البشر، ممكن يكون مرصود، ممكن يكون غير مرصود، والواقع في البحرين يقول انه غير مرصود. ممكن في أسر كثيرة تعاني، احنا حبينا في لجنة الرحاب ان نوصل الى هذا النوع، نتكلم عنه، نبين ممكن يكون له حجم. في احد اللقاءات احد الأسر تقول احنا ما نقدر ننام، ما نقدر ننام في بيتنا، ما نقدر ننام في بيتنا، وش نسوي؟ أسرة كامل تقول ما نقدر ننام. مثلا عندنا فقير، عندنا مطلوب، عندنا مسافر، عندنا كذا، عندنا حدث، ما نقدر احنا من يجي المغرب اي فعندهم حاله من الجسم. فهذه كأسرة كامل زين الاساليب اللي تستخدمها شنو؟ اساليب الطرق تعزز شنو؟ تعزز زياده هذا الضغط. هذه مشكله. كم من اسره ممكن تعيش هذا النوع واحنا نقول يلا ما في مشكله. الأضرار النفسية كل واحد يعالج روحه بروحه. الخوف إن هي عقب فترة زمنية تطلع وترتفع معدلات، يعني راح أختمها بأرقام بسيطة. ممكن إن ممكن يكون بكرة يرتفع عدد اللي يزورون عندنا، يروحون زيارات، عدد الزيارات في الطب النفسي من الرجال الآن في 2011 21,000 اللي زاروا جميع أقسام عيادات طب النفس، 21,000 ذكر و 12,897. هذه اجمع عدد الزيارات. أتوقع وقف سنتين وتهدى الأوضاع وتتغير هذا الرقم يرتفع مئة، لأن في كثير ما حصل علاج وكثير عانى وكثير تم يقول أنا بتشافى بشكل طبيعي بشكل تلقائي. الخوف انه هذه التلقائيه ما تمشي في المسار الصحيح. احنا نتمنى ان العلاج الذاتي التلقائي ياخذ مساره الطبيعي ويمشي، لكن في نعطي نسبه انهم في ناس ما بتتشاف، في ناس بتدخل في دوامات الضغط وبتنتقل من الضغط الحاد يسمونه الى الضغط اضطراب ما بعد السلام. راح اترك اعذرونا على الاطاله، راح اترك الميكروفون للاستاذ كفايه نستمتع بالوقت المتبقي وياها في بعض التمرينات وبعض التقنيات اللي مثل ما قلت لكم اعتبروها اسعافات اوليه، يعني حقيبه اسعافات اوليه نفسيه. حتى ممكن اللي في المناصب القياديه ممكن يستخدمها كتقنيه، يعني كتقنيه قبل ما يدخل اي اجتماع، قبل ما يدخل اي يواجه اي شخص ممكن يسبب لك احنا مثل ما نقول يرفع ضغطك بالعرب العامي، يرفع ضغطك انت يكون ضارب من عندك حصن مناعه عندك موجود عندك. تفضل استاذ. شكرا استاذ محمود على المشاركه القيمه اللي ذكر فيها الكثير من
معلومات عرف فيها الضغوط وأنواعها، أعراضها، كيفية علاجها أو التعامل معها، كما أنه وفى وكفى في ذكر بعض الطرق العملية للخطوات لمواجهة الضغوط. دوري أنا الحين يعني مداخلتي أو مشاركتي بتكون عبارة عن دردشة بنتكلم مع بعض كلنا في شلون إحنا أنا كفرد أواجه الضغوط أو ضغط توتر أواجه في حياتي العادية العامة. ففي البداية أحب أن كل واحد يوقف مقابل اللي جنبنا يسلم عليه بحرارة. ايش أخبارك اليوم؟ على واحد شكراً. تفضل. سعداء جداً أنا ومحمود وكل أعضاء التشريحة بنا احنا نكون مع بعض اليوم. أنا عبدالله. محمود عبدالله. دكتور كلنا أنت وأنت كلنا مثل هذه الوردة. هل تتوقع أن هذه الوردة ممكن تنتهي بهذا الشكل اللي احنا نشوفه بهذا الشكل الجميل فجأة بهذه الطريقة؟ لا طبعا. هذه الوردة مرت بعدة مراحل، مرحلة نمو الساق والأوراق وربما الأشواك ومن ثم هذه البتلات، ويمكن يكون في مراحل أخرى. هذه المراحل العديدة التي مرت فيها الوردة كان فيها نوع من المعاناة، كل مرحلة كان فيها خصائص مختلفة عن الثانية. هذه المرحلة ممكن كان فيها لما نلمسها نشوف جفاف أو قسوة أو صعوبة، الأشواك مؤلمة، حتى في خروجها من الساق نفسه فيها معاناة. لما راحت إلى مرحلة البتلات هذه الناعمة ذات الألوان الزاهية وربما الروائح الجميلة، كنا بنفس الطريقة نمر بمراحل عديدة حتى نصل إلى ما نصب إليه ونطمح إليه. ابدأ الآن في التخلص من حالة التوتر والضغط والسلبية إلى حالة الراحة والاطمئنان والشعور بالسعادة والفرح. كلنا عندنا مفاتيح في إيدنا نقدر نستخدمها، أنا ما راح أقولها، أنتوا راح تقولونها. كل واحد فينا بيتكلم عن شنو هو أسلوبه وطريقته في الخروج من هذه الموقف الضاغط. فأبدأ أنا مثلا، أنا طبيعتي أن إذا توي من فترة بسيطة بس مريت بمشاحنة في العمل مع أحد الزملاء، فلما شفت روحي في هذا الموقف استأذنت منه، قلت له أنا آسفة شوي بس عطني دقائق، ورحت مشيت في الساحة في المدرسة، تنفست تنفس عميق ورحت أكلت لي شيء، شربت شيء، هدأت ورجعت كملنا النقاش بهدوء. هذه أحد الطرق. فأحب أسمع منكم كل واحد يقول لي شنو اللي أسلوبه هو اللي يستخدمه حق يخرج من توتر. ممكن واحد يكون يشرب ماء، ممكن واحد يتمشى، ممكن واحد يسمع موسيقى معينة. نعم تفضل. أنا بالنسبة لي الحين توني متقاعد، تعرفين حال المر فيه المتقاعد صحيح شوي ما يحس بالعمل، انتظار السابق والآخر العقاب، فياخذ راحته في النوم، فهذا أيضا يخلق نوع من التوتر الروتين اللي اعتاد عليه، تغير مفاجئ كأنه تغير مفاجئ صحيح صحيح. فأنا شو سويت على أساس أطلع من الحالة دي؟ أطلع أروح كوفي شوب، تغير جو، جماعة معينة يوصلون المغرب مثلا في الصبح في مكان، هذه حالة من الحالات. القراءة أيضا لما قعدت أقرأ كتاب وتمللت منه مثل ما قال مساعد، يعني كنت أقرأ في كتاب عن القصة القصيرة وكذا،
تمللت يعني من كثر ما قريت في الموضوع. رحت في الشعر. ممتاز. ورديت حق الكتاب استمتعت أكثر. ممتاز. فهذه يعني بالنسبة لتجربتي أنا شلون أمر فيها. ممتاز جدا. فأنت تستخدم المشي، تغير الجو، الرياضة، القراءة، تنوع حتى القراءة نفسها. ممتاز، شكرا شكرا. أحد يحب تفضل أستاذ. هو في أكثر من نوع ذكر واحد من الزملاء بالخلف مسألة الانسحاب في حالة العصبية والضغط، حتى لا تستمر في، ربما تكون يعني أنت في موقف تواجه تشعر ان الاخر لا يمكن يسوي لك مشكله او كذا. حدث مثلا في محرم ليله الثامنه انا في طبعا ساير للباركات وهذه مشكله بعد سبيلين، يعني ساعات تصير ماي شاط ربما ما بين الناس يجون يوقفون قدام بارك وكذا وتصير شد وعصبيه. فانت شنو عليك يعني في هذه الحاله اساس انه يا ان انت تنسحب تخلي الموقف كما تشاء، ربما يكون واحد مراهق يعني صح. خاصه لما تتكلم مثلا عمرك 50 وقدامك واحد عمره والله 13 يوقف سيارته ويمشي مثلا ولا يفتكر فيك ولا شيء، ما في سيارتك يعني ويريد مثل يعني بعضلاته انت بعد اذا وصلت لهالمستوى فهذا بعد مشكله يعني صحيح. وزيد الجو توتر اكثر انت تنسحب بهدوء بدون يعني مناوشات وتخلي الموضوع يهدى، يمكن بعد تشرب لك ماجي وتهدي امورك وتهدى شويه حتى الضغط ينزل تلقائيا وتمضي في زميلك وينتهي الموضوع بدون ما تصير مشكلة، لأن ساعات يعني تواجه شغلات يعني ربما خارج إرادتك، يعني في ذيك الفترة لو أنت دخلت هي ربما تطلع مثل ما يقول بالعامية طورك تسبب إشكالية كبيرة، فأنا أعتقد حالة الانسحاب من صحيح هذا الموقف بهدوء أفضل من المستمر تاخذ تضحية تؤدي إلى إشكالية أكبر. صحيح جدا، الانسحاب احيانا من الموقف يخلينا نعيد النظر في الموقف اللي صار، احيانا ممكن احنا نستغرب من نفسنا شلون يعني كانت ردة فعلنا بهاي الحجم من شكل من اسلوب او من موقف بسيط جدا. لما تنسحب تفكر بنفسك تهدأ ترجع بعقلية اهدأ وتشوف انه ينحل الموضوع ببساطة اكثر ما انت كنت متخيل. شكرا، تفضل. أنا أعتقد أن دائماً الإنسان يكون عنده خط رجعة في أمور كثيرة. يعني قد يكون أنا أصطدم ويا شخص يصير في بيني وبينه سوفة أو ضرر، يعني ممكن يسبب لي ضرر معين، أو ما أثبت في نفسي أن أنا راح أنتقم من هذا الشخص في لحظتها في وقتها، لكن بعد لحظات أو بعد ما ينتهي الحدث ترجع تقعد تفكر هل القرار اللي أنت أخذته في ذيك اللحظة قرار سليم، هل ممكن تنفيذه؟ هل النتائج ماله بتكون سلبيه او ايجابيه؟ هذه الحاله النفسيه اللي تكون فيها او في ذي الفتره اللي هي خط الرجعه ومراجعه النفس اعتقد جديره لان تحل اشياء كثيره وبالتالي تخفف الضغط اللي انت قاعد عندك في ذيك اللحظه. ممتاز جدا. نقول ان الاعتراف بالذنب فضيله على ما نقول. وليس عيب ابدا ان انا اعيد النظر واغير فكره كانت في بالي، طبيعي جدا ممكن تصير لطفل او مراهق او شاب او اي احد رجل او امراه، مو شرط ان انا اتمسك برايي على اساس ان انا اثبت قوتي وجدارتي. شكرا استاذ. تفضل استاذ. يعني في مسالتين متداخلتين، وفي شيء في داخل الانسان نفسه وهذا يعني الضغوط ممكن تعرض لها حتى الكائنات الاخرى. صحيح. وفي شيء نتيجة التواصل الاجتماعي بالنسبة للإنسان، وهذا الأكثر يعني الإنسان دائما في تفاعل ويا الآخرين، فلذلك حتى يعني يمكن بروحه مو قادر على يكون حل المسألة هذه إلا بإيجاد نوع من التفاهم. هني في هاي التواصل الاجتماعي في حد من رد الفعل مطلوب صح. حتى في اللحظة نفسها أكيد. وهاي بالنسبة للشخص نفسه هو وسيله دفاع صح. حتى ان انا لازم افرغ، اذا ما فرغ انكبت صح وظلت تتفاعل لبعدين فعلا زين. بعد هيك بدا يعني في هني وين الحد الفاصل بين ان انا اسوي رد فعل ك يعني وسيله تفريغ وبين اسوي رد فعل اني تخطيت الحدود المطلوبه صحيح. يعني
هني تحتاج الإنسان يكون عنده وعي يدرك وقتها إن بالفعل أنا تخطيتها فعلا. وهذه يعني صعبة إن الواحد يدركها في لحظتها، ما أدركها فيما بعد يجب يعني أثناء المراجعة بس الرجل يعني تبدأ معالجة. صحيح، أحياناً ردود الأفعال نتيجة موقف معين يدل على أن إحنا مهتمين أو we care about the person who's in front of us، يعني فيبين إلى أن إحنا وياه أو فاهمين أو متفاعلين وياه. بس مثل ما تفضلت أن الشخص مهم جداً أنه يكون ذكي عاطفياً، أنه ما يزيد ردة فعله بحيث أنه تأثر أو تجيب ردود فعل عكسية أو تزيد الموقف. أو كيف أنت تساعديني أو أنا أساعدك في أنه يعني صحيح فعلا. آخر مداخلة تفضل مشاركة. يعني ما عندي زوم معين يعني في كل موقف اللي زوم العملية واحد من الأسرائيل أنه أتصل بصغير يعني عملية الاتصال يكون نوع من الاستشارة يعني هو حقيقة هو مجال للتنفيذ ممكن يعني أحتاج ولا أشرح الموضوع حتى أسأل الشخص الثاني ممكن هذا أطرق بعض الطرق في وأحصل على يعني دعم أكثر من الاستشارة إلى رأيي أنا راح يعني أتخذها وطريقة أنا بالعمل فيها ويا الموقع في مشاركة ونظرة إلى موضوع من جانب ثاني أو من خارج الصندوق ما أقول أو خارج الدائرة. صحيح جدا، من الأشياء المهمة أن إحنا نتصل أحيانا بشخص قريب لنا أو صديق. في بعض الأحيان اللي أحب يمكن نقطة أوضحها، أنا كامرأة ساعات أحب أتكلم عن المشكلة ما أنتظر حل. الرجل دائما يسمع المشكلة ويبحث في مخه عن حل. فأني أنصحكم إذا أحد كلمكم ساعات عن مشكلة مو شرط أنه يريد حل، أحيانا مجرد تعبيره عن الموقف الضاغط اللي أصابه أو وتره واستماعك الجيد إليه وفي التعاطف الأخذ والرد في يعني إن أنت تشعر إن أنت معه وحاس فيه هذا يكفي، ما يحتاج إنه هو حل معين. شكرا لكم. كأنك بتقول شيء أستاذ تفضل. شوف السؤال يعني لو حد من الأشخاص أتلام مفهوم ضغوط وارد ضغوط بس عنده نوع من التحدي شوف عنده نوع من المواجهة أو عنده تماسك حتى يعني يثير الإعجاب لهذا الضغوط لأن عنده هذا التماسك وعنده هذا الموقف يعني خلف هذه المواجهة أو في وارد حل المشكلة أو هذا شوف بحث شوف ينزوي أو إلى هذا صحيح فعلا يعني يمكن أجل بعد إذنك هذا الموضوع إلى بعد ما نكمل. أنتم ما شاء الله يعني عقليات كبيرة فدخلنا في مواضيع وأفكار لحل التوتر. يمكن احنا احيانا نحتاج الى تقنيات بسيطة او سلوك معين نسوي على اساس ان احنا نطلع من مثل ما قال الاستاذ محمود هي مثل اسعافات first aid. انا في الحين في موقف ضغط شنو اسوي؟ احنا انا اشعر بالتوتر، احيانا انا عندي امتحان، احيانا عندي مقابلة، احيانا عندي هوشة مع في البيت او في العمل او في اي مكان، شلون اتصرف؟ مثل ما قلت لكم ان كل واحد له اسلوبه الخاص، كل واحد فينا مهم جدا انه هو يستمع ويثق بذاته. استمع الى انت شخصك شنو انت يريحك عشان تسوي، ممكن تمشي، ممكن تتنفس، ممكن تكافئ نفسك احيانا بين فتره والثانيه، هذا يخليك لما تكون في موقف الضغط ما تكون عندك ردود الافعال القويه. مثلا انت اليوم عيد ميلادك ما حد افتكر فيك، انت اطلع وكافئ نفسك شر لنفسك هديه واحتفل بعيد ميلادك. اليوم انت حسيت ان انت سويت انجاز في البيت مع اولادك، درست احد الاولاد او اقنعت صديق بفكره معينه او انجزت في عملك
في الشغل ما حصل تقدير من الآخر، أنت كافئ نفسك، لا تنتظر مكافأة من الآخرين. ممكن المكافأة تكون شيء بسيط، ممكن نزهة في الهواء أو تتمرجح أو تشلك آيس كريم أو أي شيء إن أنت تحبه. بعض الأحيان أشياء بسيطة جدا لكن لها تأثير كبير. تحدث إلى صديق مثل ما تكلمنا. يمكن من الأشياء اللي فيها تمرين شوي، في شيء بنطبقه الحين، في شيء لا أقول لكم عنه أنتوا في البيت ممكن تسوونه. اللي راح نطبقه الحين هو التنفس. التنفس جدا جدا مهم في تخفيف التوتر. عندنا طبعا أنواع من التنفس، عندنا التنفس السريع والتنفس البطيء. التنفس البطيء هو يساعد على أنك تسترخي أكثر، وطبعا التنفس يؤدي إلى أن تدخل كمية أكسجين إلى الدماغ أو للجسم، فيساعد على يعني الجسم يعيد توازنه بعد ما زادت ضربات القلب وارتفع الضغط. التنفس والأكسجين يريد يعيد توازن الجسم. التنفس السريع ممكن يكون في حالة التوتر نفسها، في حالة الموقف الضاغط نفسه. مثلا أنا يوم أقول لكم الموقف اللي صادني، طلعت في الساحة وأخذت نفس سريع وعميق، هذا يعيد توازن الجسم بشكل سريع. أحيانا ممكن أنت في البيت تبغي تسترخي بس ما يعني مو شرط تكون في موقف ضاغط، تأخذ هاي النفس البطيء. ويمكن هاي الأمور أنت تتعود عليها تسويها، بعدين في المستقبل تؤدي إلى أنك ما تتوتر في المواقف الثانية. فراح نسوي تمرين مع بعض عبارة عن تنفس بطيء، يساعدك على التركيز أوكي وفوكس في نقطة معينة. راح ناخذ أول شيء نجلس جلسة مريحة، إيدنا رجلنا صدرنا بأي طريقة، لك خيار وكامل الحرية أنك تغمض عينك أو تفتحها بالشكل اللي يريحك. راح أقول لك من خطوات بعدين نسويها مع بعض. أول شيء راح نأخذ نفس عميق، نفس وإحنا نعد إلى الخمسة، بعدين نكبت أو نمسك هذا النفس لمدة 5 ثواني أخرى أو عد إلى الخمسة، بعدين نطلع النفس بشكل بطيء إلى الخمسة، نهدأ نوقف 5 بعد مرات 5 عدات، بعدين نبدأ نفس العملية. لما نكرر هذا الشيء يمكن 5 مرات راح يمكن تحس بتنمل في جسمك أو دوار، هذا معناته أن جسمك تلقى كمية كبيرة من الأكسجين ودليل على أنه هو قاعد يستجيب إلى عملية التنفس. فراح نبدأ مع بعض، نقعد قاعدة مريحة، نرخي عضلاتنا، أكتافنا، رقبتنا، راسنا، كل الأماكن. راح ناخذ النفس العميق الآن، 1 2 3 4 5، نحبسه، 1 2 3 4 5، نطلعه، 1 2 3 4 5، بنعد 1 2 3 4 5 هدوء، نرد مرة ثانية، ناخذ النفس، 1 2 3 4 5، نمسك النفس، 1 2 3 4 5، نطلع النفس، 1 2 3 4 5، نهدأ، 1 2 3 4 5، كمل العملية بروحك، كل واحد بأسلوبه بطريقته براحته. وانت تاخذ النفس دخل أفكار إيجابية، دخل مواقف جميلة مرت فيك، وجه مبتسم، طفل يضحك، أي موقف أنت تحبه. وانت تطلع النفس طلع كل المواقف السلبية، الأفكار اللي أنت ما تحبها وتريد تتخلص منها. كرر العملية ودخل الأفكار الإيجابية وأخرج الأفكار السلبية. ممتاز جدا. لما نتعود نأدي هذا التمرين في البيت، في العمل، ممكن حتى في السيارة وإحنا ننتظر الإشارة تولع أو السيد ما يمشي، هذا التنفس وأدخل أفكار إيجابية أطلع أفكار سلبية واجد يأثر في إعادة التوازن إلى جسمنا. في تمرين ثاني أحب أن أنتم في البيت تسوونه،
الابتسام هو أحد الوسائل اللي تغير النفسية كثير. ممكن أنا مو في وقت مبتسم الحين, مو وقت فرح, لكن أنا أتذكر موقف يخليني يعني يخليني أبتسم, وابتسامة مو عادية. إنزين, أحيانا هنا في الكتاب مكتوب إن في بعض الدراسات اللي أثبتت إن حتى لو أنت تبتسم هذا يؤدي إلى تغيير الأفكار اللي في بالك, وبالتالي تختلق حالة شعورية تخليك أنت مرتاح. طيب, فالتمرين يقول أول شيء إن أنت تتذكر, انظر في المرآة وابتسم ابتسامة مو عادية, يعني ابتسم شق بوزك حتى ما نقول إنزين. ممكن تتذكر موقف صار لك, ممكن تتذكر نكتة, ممكن تتذكر أي شيء يخليك مبتسم. طيب, لاحظ نفسك في المرآة وانت شلون وجهك مبتسم, شلون خلينك مرتفع, هاي الأسنان وكل الأشياء تذكر يعني طالعها وتأمل فيها. بعدين روح إلى غرفة أو مكان هادئ ما حد يزعجك فيه, ممكن تقعد في كوفي شوب بعد عادي. إنزين, وتذكر الوجه اللي شفته في المرآة. أوكي, وجهك إيه. إنزين, ممكن. طيب, بعدين أغلق عينك وتخيل ذلك الوجه. والآن اسمح ببطء لذلك الوجه المبتسم بأن يحرك نفسك إلى فمك, يعني كأنما تدخل هذه المشاعر والابتسامة المطبوعة على الوجه إلى داخل جسمك, بعدين تشبع هذه المشاعر إلى كامل جسمك. واصل الاستمتاع بهذه, يعني أحيانا الاستغلاق في التفاصيل البسيطة والجميلة والإيجابية يؤدي إلى يعني يمكن شيء احنا او نتائج احنا ما نتوقعها. بس بعد ما تستمتع وترتاح وتغير نفسيات ممكن تقعد تشرب لك كوفي او تمشي او اللي تسوي. ان كان ضحك, تقرا نكت, ساعات احنا نحتاج ان احنا نقرا النكت هذه تغير الجو واجد. مثل ما قلنا, كافئ نفسك, كن صديقا لنفسك, هذا اخر شيء بنقوله, كن صديقا لنفسك, لان دائما السلام مع النفس والصداقه وقبول الذات بما هي عليه من شكل, من مستوى اجتماعي أو اقتصادي أو أي شيء, أنت تقبل نفسك كما أنت. طيب, هذه أول خطوة علشان أن أنت تغير إلى الأفضل, ومن ثم تصادق نفسك, تكافئها. فهذه بعض الأساليب اللي ممكن هي تخلص من التوتر. يمكن نقطة أخيرة أحب أقولها وأجيب قصة كشاهد عليها. كان في بنت اسمها ليلى, عمرها 15 سنة. هذه البنت كانت تمشي في, أصيبت بمرض عضال, مرض شديد, وقال لها الأطباء أنه عندش فترة زمنية محددة راح تموتين بعدها. وهي تمشي مع أختها مرت على شجرة وتخيلت أن أنا عدد أيام حياتي بعدد أوراق هذه الشجرة. فكانت كل يوم تقعد من الصبح تطالع الشجرة وتشوف الأوراق اللي تطيح منها. يوم بعد يوم الأوراق تطيح, وليلى تفتكر إن هي هذه هي أيام حياتها. أختها قالت لها أوكي مو مشكلة, هذه الأوراق, أوراق الشجرة عدد حياتك, خلاص إحنا خلنا نستمتع بهذه الأيام اللي متبقية إليش. فكانت كل يوم يطلعون أو يسوون شيء يحبونه أو يقعدون في البيت يمارسون شيء معين, وكل يوم بهذه الطريقة. كل يوم كانت تشعر تستمتع باليوم اللي هي عاشت لنا بكل حذافيرة. يوم بعد يوم خلصت كل أوراق الأشجار الشجرة, بقت ورقة واحدة. كانت ليلى تنتظر هذه الورقة تطيح وتقولها أختها أوكي ما عليه, بعد عندنا يوم, بعد عندنا يوم, بعد عندنا يوم, ويستمتعون باليوم ويمضون حياتهم. هل تتوقعوا أن هذه الورقة طاحت؟ ليش؟ أنا قررت إني أوراق جديدة. ممكن بعد؟ لا أفكر شلون؟ شعور نفسي داخلي إني بتعيش أكثر, وكانت على أمل إن بتكون يا تسوي الورقة يا بتطلع ورقة أخرى. صحيح,
هو الاثنين صح. الاخت كانت زارعة ورقة بلاستيكية في الغصن، وهو مثل ما تفضلت استاذ، هو شعور هي حطت افتراض الى نفسها زين، بينما كان الواقع انه ما له علاقة اصلا بهذه الورقة. فالكثير من الاحيان احنا نزرع في بالنا افكار معينة تترتب عليها مشاعر معينة وبالتالي سلوك وعادات. فدائما راقب افكارك فانها تصبح سلوك، وراقب سلوكك فانه يصبح عادات. الافكار هي بيدنا، هي مفتاح احنا نستخدمه، وممكن يؤدي الى تغيير مجرى حياتنا بكاملها. شكرا لكم اليوم تعنا، قضينا وقت جميل مع بعض، وارجو ان انتم ايضا استفدتوا من هذا الوقت. راح نرجع الى مداخلة الاستاذ. كان يقول ان احيانا بعض الاشخاص تشوفهم صلبين، عندهم صلابة نفسية في موقف معين، فتشوف مثلا يتعرض الى الكثير من الضغوطات او الاحداث، يمكن تعتقل ابنها، او يعني يصير لها بعض الامور اللي هي ضاغطة بالنسبة اليها، لكن تشوفها قوية وصلبة وتروح وتجي وتقعد ولا يبين عليها شيء، وتربي اولادها وتقضي حاجاتها وكل الامور هذه عادية. لكن لابد ان هي لما تكون بروحها في الليل، لما تحط راسها على الوسادة، تكون اضعف انسان على وجه الارض. ممكن هي تبكي، ممكن هي تجيبها كل الافكار السلبية وكذا. فسؤالك كان هو عبارة عن شلون انا ما اكون في هذا الموقف. ما اعرف اذا انا يعني استوعبت فكرتك او لا. يعني اساس اكثر. نعم. يعني انا هنا قسم العمل. صحيح. انا قسم العمل ايام ما كان موصول العمل يومي يطول، يومي يطول، لما يجي يطول يطرح لما رجع للعمل، وكان واجب يفصل، كان واجب له افراد كلية، رجع العمل ما ينقص يعني الحين على الاقل راتب من مزرعه واحد يمشي العاطفه يمشي شيء لانه ما حصل تفريغ، لانه ما رجع شوف انزل الصباح وكيف حتى شوفوا يعني اختلفت المشاكل في البيت في الوقت اللي هو كان حتى يعني راتب كامل مقطوع، كان واجب وكان عندك امل وعندك لما رجع، لأن في ضغط يمكن أقل يعني لو جن هناك من بالمنطقة، فإنه هو في الوقت الحالي لا يواجه ما كان يعاني سابقا. لكن الحين شو أثر يعني نفسيا عزل، شوف إن المشاكل خلقت في البيت ولم يستطع أن يخرج من هذا المكان، لأن هناك كان واجب. هل ممكن كان في مثل اصطدام نوعا ما؟ يمكن ساعات الواحد يصيده مثل الشحن او الرغبه في الانتقام او التحدي نوعا ما، بعدين يتفاجئ انه لما يستمر الوضع يتفاجئ انه لا، ترى في اشياء ثانيه واقعيه. اشار الى موضوع انه وقال بعد حل الازمه، يعني لما اعطى نسبة العدد اللي صار المستشفى من 12,000 او اكثر 16,000 21,000 و12 ربما العدد يزيد، يمكن نفس تحليل تقريبا او نفس سؤال السيد اللي هو صلاح لما قال كان ذاك يواجه المشكله لما دخل عمل غيره، يعني الحاله السلبيه ممكن تطلع فيما بعد، فهذه صحيح. اعتقد استاذ عباس عندك شيء. تفضل. ما يتعلق بان في موقف معين تكون صلب وارادتك قويه، نقطه مهمه هي عنصر التهيئه. في ذيك الفتره اللي انت كنت فيها قوي تهيئ نفسك. انا راح اذكر لكم مثال حي موجود. وتعذرني الاستاذ كفايه. انتم ما تعرفون، يمكن في يمكن بعض يعرف من هي كفايه، ولكن كفايه مبارك هي زوجة الشهيد عبد الرسول الحسين. فاكثر من هالضغط اللي هي تعيشه اعتقد يمكن ضغط كبير عليها، ولكن هي لما تحدثت عن تجربتها وبادرت لان تكون عضو فاعل في
الرحاب مش لأنها هروب. ممكن بعض الأشخاص يتخذون هذا الأسلوب هو هروب من الضغط الآن اللي يواجهه، أنا مفصول، أنا كذا. أنا كنت أشوف موقف من المواقف الصبح الساعة 6:30، كنت أشوف واحد يطلع من بيتهم الساعة 6 قبل ما أولادي يطلعون حق المدرسة، ولما استفسرت عنه طلع هو رجل ما عنده وظيفة أصلا، بعد لا عنده لا سياسة ولا ما أدري شنو ولا شيء. هذا الوضع قبل 5 سنوات، ماذا بس كان يهرب من البيت الصبح يقعد عند البرادة لأن أولاده إذا يروحون المدرسة يبغون مصروف ما عنده، فكان يطلع ويهرب. أسلوب الهروب غير عن إنه يكون في إدارة لمواجهة الضغط اللي نتكلم عنه هنا، إنه يكون أنت تمتلك تهيئة نفسية قوية لمواجهة هذا الضغط. إدارة الضغط كل ما كنت تدير ضغوطك بنسبة وبنجاح وبمهنية وبتنوع تكون نتائج زينة. إذا كان هو مجرد هروب هذه الصورة ترجع حالة الضعف، إن أنا لما أكون بيني وبين نفسي هذه الحالة الطبيعية أصلاً يعيشها كل شخص. أنت قدام الناس مثل ما يقولون تصير جبل، قدام الناس تصير جبل، بينك وبين نفسك هي اللحظة الحقيقية يسمونها، في علم النفس يسمونها الذات اللي قدام الناس يسمونها الذات المزيفة، بس الذات الحقيقية هي الذات اللي بينك وبين نفسك تكتشف فيها ضعفك فيها قوتك، تقول أنا كذا أنا كذا. بس الذات اللي لا، اللي العنصر النجاح هو هني الإدارة، مثل ما قلت لك مثل ذاك الأب أحد الشهداء اللي كان يبحث عن المسيرات، ما كان يدير ضغطه، كان هو يفرغ بهذا الأسلوب. ففي لما يكون أنت لما تعرف أنه هو سوى السلوك ليش، لا تنسى لما يكون بعد عندك المحيط اللي حواليك يعطيك هذا مفصولياك وهذا مفصولياك وهذا، ففي يعني مثل ما يقولون توحد في المشاعر في الفكرة وفي الدعم وفي كذا، شعور جمعي يخلق نفس العلاج الجماعي نفس العلاج الاجتماعي. الآن في ظواهر يعني شعور جماعي يصير بالنسبة إليك متى ما بعدين صارت المشكلة تخصك بس أنت، ما تخص فلان ولا تخص فلان، خلاص أنت انحلت مشكلتك رجعت للدوام، بدأت تظهر مشكلته هو ضغطه الخاص. إذا ينجح في إدارته تشوفه ما ينزل، شلون الحين هو بيدير، الآن أنا رجعت مفصول، متوقع كذا متوقع كذا متوقع كذا متوقع، مثل ما الواحد يتوقع أنه بيصير كل الأمور تصير وردية ويجي لا شاف الأمور سوداء، هني الطامة الكبرى، مثل اللي يصرف على ولده عشان يسويه دكتور أو يسويه مهندس أو يسويه ويحط كل الطموحات والآلام، في النهاية ما يدري إنه هو الولد هذا ما يبغي هذا التخصص اللي يبغي، بتبذل مجهود كبير بس مو في الاتجاه الصحيح. نفس الشيء الضغط هو عبارة عن مواقف الحياة كلها عبارة عن إدارة، إذا ما تنجح في إدارتها يا إنك أنت تروح تتخفف الإدارة مالتها تتخذ أساليب، يعني هو اللي يسوونه شنو يسوي ترحيل للشيء ما يسوي مواجهة. يعني قصة صارت في حق واحدة استرالية إنه كانت على خلاف تشتغل في السعودية وكان على خلاف ويا زوجها، زين زوجها إيش سوى فيها على برنامج سكاي، فتح برنامج سكاي خلاها تتكلم ويا بنتها وقال لها هاي بنتش شفتينها قدامها كذي بترها بالسكن، خلاص هذه هني دخلت في صدمة من الزين، خلاص دخلت في صدمة من الزين، ما عادت تتحمل تشوف جهاز كمبيوتر قدامها، ما عادت كلمة سكاي بس دخلها في عالم مع العلاج مع المواجهة مع إدارة هذا الضغط الحار، أصبحت لا أصبحت ممكن إن هي تشوف الكمبيوتر ممكن تفتح بعض البرامج تدريجيا.
هو أسلوب الموازنة، أسلوب الإدارة. أم يا أنك أنت أخذت هذه الضغوط وداريت عليها وخششتها تطلع عقب الفترة، لكن لا، مع المواجهة، مواجهة مبنية على شنو؟ مبنية على أسس علمية، مش يعني الآن مثلا الشاب عندنا والمراهق والطفل إذا نعلم إحنا شلون يدير غضبه وتصرفاته تكون إيجابية يوصل لنتيجة إيجابية، لكن خلّه من غير إدارة ما يعرف شلون يدير غضب ماله، من مشكلة إلى مشكلة، من مشكلة إلى مشكلة، لأنه هني غاب عنصر الإدارة الفاعلة. ما في شيء يعني، شوف على مستوى النفس تحتاج الإدارة فاعلة، على مستوى الحياة تحتاج الإدارة فاعلة، يعني اقتصاد تحتاج إدارة فاعلة، كل شيء تحتاج إلى إدارة. من غير هذه الإدارة نفس الشيء بالنسبة إلى الأمور النفسية، الفكرة محتاجة إلى إدارة. أنت إذا ما عندك إدارة لتغييرها، أنا ما بغير فكرتي، أنت شلون بتصلح؟ شلون بتشعر بفكرة تحسسك أنك أنت الناس يحبونك وأنك أنت مقدم، يعني مقدر عند هذول الناس؟ ساعات يعني في يدني حالة من الحالات الضغط مال إنه يقول لك أنا إذا أروح ويا الناس أشعر إنهم ما يحبوني، ضغط كل مالك إنه إذا بيروح بيطلع ويا ناس إنه ممكن ما يحبوني، ممكن ما يتكلمون علي، ممكن ما يشتمون، ممكن يستسخفون أفكاري، هاي أفكاره بس إنه احتمال كبير من هذا الكلام. فهو الإدارة مهمة، ما يكون فيه هروب كثر ما يكون فيه مواجهة. حصل عمل في مؤسسة خاصة برا، الراتب تقريبا أكثر من اللي صارت حوالي 30%. فلما قدم إلى الوظيفة اشترطوا عليه إنه يجيب ترخيص من وزارة الصحة والشهادة. حسب النظام المتبع لازم تعمل سنة كاملة على أساس إنك تحصل اللايسنس على قولتهم، الترخيص المزاولة في المهنة بجانب الشهادة. فالوزارة قالت سوري يعني من شروط هذه المؤسسة هذه قالت لك ما في إشكال تبغى تشتغل بس ما بنتعامل إياه كممرض مؤهل. وقتها كان في يسمونه براكتيكال أسلوب ممرضين عاملين بنوظف طبعا الراتب بهذه الدرجة بعد أكثر حوالي 30% من الحقوق من الوزارة بس على هذه الدرجة وافق. بعد فترة جاء زميل ويا متخرج من نفس السنة يعني أخذ تقريبا 3 سنوات في الوظيفة وهو عليها توظف بالدرجة، جاء زميل ويا من نفس الجروب من نفس السنة اللي تخرج وصار مسؤول عليه. قبلها دائما يلوم نفسه يقول أنا بعض الأساس من الشخص يتقبل نفسه هذا من أسس الحياة، يعني دائما يقول أنا ليش ولدت ولد عبد البحار، ليش ولدت ولد كامل، دائما يكرر ليش انا ولدت هني، ليش انا من هالمنطقه من هالقريه، ليش انا مو هني، دائما يكرر. فضحى بامور كثيره وجهاد الشغل طول فتره عمله تقريبا مع الراتب بعدين صار كبير وكل شيء، بس لا زال هذا الشخص هو مسؤول. بعد 3 سنوات يفترض ان هذا هو المسؤول كسنيور مع الولد يعني ومرض اول في المؤسسه أصلا وطلع تقاعد وهو على نفس درجة practical nurse وليس qualified nurse. فهني الشخص شديد ضيع لما يتبلع أي يتقمص شخصيته أو يتمنى أن يكون مشغول وهذه آثارها. صحيح. من أحد الأشياء اللي دائما نصح فيها هو أنك تعيش في اللحظة. يعني كثير من الأحيان بعض اللحظات تفوتنا إحنا ما نعيشها. يمكن ما أعرف إذا كانت ريليتد تو وات يو سيد إن يعني تقمصنا إلى شيء إحنا نبغيه أو نتمنى وهروبنا من واقع معين ويعني يؤدي إلى عدم استمتاعنا باللحظة الراهنة اللي إحنا نعيشها. واستمتاع باللحظة هي أحد
تكنيكس بسيطة جدا ولكن يعني مفعولها كبير. ممكن أن تستمتع بشربة ماء بارد أو بنسمة هواء عليلة أو رائحة زكية من عطر أو يعني من الأشياء اللي كنت بعد أبدأ أقولها من أحد الأساليب اللي تخفف التوتر هي مثلا استحمام أو سباحة أو رش عطر أو تغيير جو أو يعني هاي الأشياء ممكن أن تؤدي إلى تخفيف التوتر. تفضل تفضل. أولا نشكركم على المجهود اللي سويتوه وهذه جزء من الرسالة خلينا نسميها الرسالة اللي يعني أي مجتمع سواء في البحرين أو مجتمعات أخرى يتعرض عليه بشكل جماعي. ليه؟ فمحتاج حقيقة إلى يعني خلينا نقول دولة بأكملها تقوم بهذا العلاج. أنتم تعدون جزء من الرسالة. إيه هذا كامل. يعني بعطيكم على سبيل المثال الأمريكان اللي رجعوا من فيتنام سووا لهم يعني عملية يعني إعادة تأهيل وترطيب وإلى آخره أساس ليش؟ لأن ذلين يعني تعودوا على القتل وتعودوا ذي وبيرجعون إلى مجتمع مسالم وإلى آخره فتبقى عندهم هذه الحالة عرفت شلون؟ وأيضا يعني هذه الحالة ممكن حتى المجتمع الكويتي بعد الغزو وكذا يعني كثير من الأطباء في مجتمعنا الكويتي بحاجة إلى تأهيل. فإحنا أزمتنا البلد كلها بحاجة إلى تأهيل والحقيقة الأزمة لم تنتهي على أساس لأن دائما المشكلة تبحث عن مصدرها. فإذا كانت هناك أرقام الموجودة عندكم يعني خلينا نقول المراجعين فتسعين في المئة لم يراجع 90% هاي اللي راجعوكم 10% ناس يتخوفون وناس يعتقدون زيارة المستشفى النفسي يتهم بأنه مجنون أو يتهم بأنه يعني فاقد الأهلية وبالتالي يتحاشى هذا المسألة عرفت شلون؟ فإحنا الحقيقة يعني مجتمعنا بحاجة لما تنتهي القضية لما تحل الإشكالات وتحل كذا لأن حقيقة لو نبحث في تفاصيل الحالات النفسية اللي في مجتمعنا بنشوفهم يعني شيء فظيع جدا لأن لا تتحمل أن ترى أسرة بأكملها تضرب أمام أطفالها. تصور هذا الموضوع أو بنات يمزق شعرهم في وسط المدرسة ويجرون في الساحل. الأساليب العنيفة اللي استخدمت أساليب غير إنسانية وبالتالي يعني إحنا نقول مجتمعنا بحاجة إلى إعادة تأهيل بعد الأزمة. وأنتم يعني البركة فيكم طبعاً تؤدون جزء من هذا الرسالة اللي على الأقل تخفف جزء من المعاناة وجزء من هذه رسالتنا كلجنة ويعني نتمنى أن نصل بالمجتمع إلى هذا المستوى من إعادة التأهيل بوقع أن المجتمع بكامل مستويات الأطفال المراهقين الشباب كل بحاجة إلى إضافة ثانية يعني أتمنى يعني طالما أنتم دخلتوا في هذا المود والعلاج النفسي وكذا أيضا يعني بتبقى عندنا مشكلة أخرى اللي هي مشكلة الإرهاب. يعني أنت 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 أي مجتمع أنت بتحبس لك قطو في حجرة ثلاثة أيام ولما تفتح الباب بتشوفه شرس. فمجتمعنا ابتدى تصير تحولات وتحولات يعني جزء منها غير عقلاني تؤدي الى يعني يمارس هذا السلوك. احنا اردنا ام لم نرد هذا السلوك يتشبه به الانسان غصبا عنه. احنا كعقلانيين نقول لا يعني مستحيل يعني احنا مثقفين وكذا ايش اللي يخلينا نتطرف
لا، حالة التطرف دي حالة لا إرادية، يعني تدخل في الإنسان ويمارسها نتيجة مثل ما قلتم الصدمات اللي تشوفها بشكل مباشر. فمحتاجين أيضا يعني خلينا نقول ورش، أو يعني خلينا نقول ندوة في كيفية يعني الـ 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 أيوة، إن لا تتوصل عندنا حالة التطرف والإرهاب إلى حالتها القصوى. الحالة القصوى يعني الحالة القصوى يعني خطير، يعني فيه مسلحات وفيه مواجهات وفيه كذا، عرفت شلون؟ يعني هذه يعني. شكرا. بعد نشكر لكم جميعا حضوركم ومشاركاتكم ووجودكم الحلوة، نجد سعادة التواجد معكم. هي بشراتي وسائل التواصل معنا، سنكون أشد سعادة ويعني سرورنا دائما مفتوحة لكم يا أيها. شكرا مرحبا.